قناة شباب نتني، والسلام عليكم. أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأحد 19 مايو أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد الرياضي والترجي الرياضي التونسي ستجرى في مدينة الرباط. وحسب المصدر الذاتي فإن هذه المواجهة ستجرى على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط يوم الجمعة 24 مايو انطلاقا من الساعة 10 ليلا. واختار الكاف الحكم المصري جهاد جريشة لقيادة مباراة الوداد ضد ترجي التونسي، وسيساعد في إدارة المباراة كل من السوداني وليد أحمد علي والجزائري عبد الحق الشتالي. وسبق للحكم المصري أن قاد إياب نهائي هذه المسابقة سنة 2015 بين اتحاد العاصمة الجزائري ومازيمبي الكونغولي، وقاد مبارتين في دوري الأبطال هذا العام جمعت بين الأوبي ستارز النيجيري وصن داونز الجنوبي أفريقي في دور المجموعات وقسطنطين الجزائري والترجي التونسي في دور الثمانية. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. لقاء.